لبنان. اخيرا في وسط الازمات والاخبار السيئه الكتير اللي بتجيلنا من هناك، كان في خبر حلو جاي من لبنان. ده عيد سعيد ده ولا ايه؟ من شهر وافقت جامعه الدول العربيه بمجلس وزراء الاعلام العرب بالاجماع على تخصيص جائزه اسمها جائزه بيروت الانسانيه، ده غير اعتبار بيروت عاصمه الاعلام العربي لعام 2023. طبعا بنبارك للشعب اللبناني ولبنان، بعيدا يعني ان جامعه الدول العربيه دي مستحيل يجي منها خير، بس مبروك. ومبروك تحديدا لوزيره الاعلام اللبناني منال عبد الصمد اللي كانوا الجائزتين اصلا من مقترحها، ولسه هنكلمها عشان نبارك لها. للاسف الاعلام اللبناني كان اسرع مننا وقدر يتواصل مع الوزيره عشان يبارك ويشوف رايها وفرحتها باللي حصل. مباشرة عبر تطبيق زوم لوزيرة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال دكتور منال عبد الصمد. مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. معالي الوزير عم تسمعينا؟ إيه أنا سمعتكم. خبرينا بداية أخبار حلوة. بتشكرك ست ناتالي أنك عم تضوي على حدث هو مهم كتير للبنان، اللي هو موافقة جامعة الدول العربية بمجلس وزراء الإعلام العرب على تسمية بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023. للأسف معالي الوزيرة عم بيقطع شوي، كأنه الكونكشن مش منيحة، يعني للأسف بيضل في هيدا الكونكشن المش منيحة. مش ممكن والله. كونكشن ايه بس؟ ده انت ناس تقول لها رسار الراوتر. طب اتأكدوا كده ليكون الكونكشن مش منيح من عندكم انتوا، والمخرج عمال يعمل داونلود، او الاستوديو اللي جنبكم سليم من عندكم واي فاي وبيتفرجوا على الماتش من على النت. هو ده الإعلام اللي واخدين عليه الجايزة؟ يعني طب لازمتها ايه الاستعجال وسافرتي تاخدي الموافقه؟ لا ولا قلت تحجزي الدور على ما تيجي 23 يبقى ربنا يفرجها؟ الكونكشن مش منيحه. امال خدتوه على اي اساس؟ يعني طب الاقتراح كان مبني على ايه؟ ده مفيش نت عندكم. اصل لو بالمستوى ده لا محتاجين بقى نبعت لكم نخبه كده من الاعلاميين بتوعنا عشان تبقوا عاصمه الاعلام العربي بحق. دول بقى لو عندكم يعني اضمن لكم مش هتاخدوا عاصمه الاعلام العربي، لا ده انتوا هتبقوا عاصمه الاعلام العالم كله. هيتبقى عندكم بس مشكله صغيره، لا تعرفوا مين هيدا؟ بس يا جماعه اكيد في حاجه غلط، هيكون قصدهم الاعلام اللي هو المقروء جرايد مجلات وكده بس، ولا ما رجعوش وراك القرار وموضوع القرار على العمياني؟ لا اها يا طنط منال انت كده بدل ما تفيدي لبنان بتاذيها اكتر. تاخدي بنصيحتي، تاخدي بنصيحتي، خدي لك بريك كده من الوزاره وروحي صيفي كده يومين في اي مدينه لغايه حتى ما الكونكشن اللي مش منيح ده يبقى منيح، واستضيفوا بقى بيروت تبقى عاصمه الاعلام العربي حقيقي وحقيقي. وزي ما انت شايف اهو موسم السياحه بدا، وبالمره تشجعي على سياحه بلدك. اه بمناسبه السياحه صحيح، من هنا يا جماعه من البرنامج ده بندعو كل العرب واللبنانيين المغتربين ان يكون الموسم الصيفي بتاعهم والاجازه الصيفيه يقضوها في لبنان عشان يعني يدخلوا عمله صعبه للبنان، اي حاجه تساعد في حل ازمه من الازمات اللي لبنان بتعيشها دلوقتي. لبنان في اكتر وقت محتاجه الكل فيه، وانا متاكد ان احنا لو رحنا المطار دلوقتي في لبنان هنلاقي ناس لسه بتنزل لبنان. في مغتربين السنه دي بالذات رجعوا لبنان عشان يصيفوا بعد بعد سنين وغربه عشان يدخلوا عمله صعبه للبنان ويقفوا جنب بلدهم. من مطار رفيع الحريري الدولة جينا لحتى نسأل الناس اللي جايين من برا، تعرفوا شو ناطركم؟ منين جاي؟ جاي من كندا. عارف شو ناطرك هون؟ عارف. شو عارف؟ ما في كهرباء، يمكن ما في مي وما وهيك اشياء. جبتوا دواء معكم؟ ماشي الحال، جبنا دواء لنا وللعائلة وللأصحاب. شو جايين؟ إنه سياحة ولا تشوفوا عائلة؟ نشوف الأهل، نشوف الأهل، هذا هو. وعادي انه حابين تعيشوا هيدي اللحظات، يعني هو بارت اوف ذا فن مثل ما بيقولوا، نعيش هالمغامره. اولادنا تعودوا كثير على الكهرباء والمي، ما عرفوا قيمه النعمه احيانا، الواحد ما بيعرف قيمه النعمه، اما لما يجي لهون ويشوف قديش في ناس مقطوعه والوضع كيف، لما يرجع هذيك البلاد بيحمد ربه اكثر. انت جاي سياحه ولا جاي تعيش عيالك تجربه الابتلاء؟ طب حفظتهم دعاء الحمد لله الذي عافانا طيب ما ابتلى به غيرنا ولا؟ تقريبا العيال كانوا بيسيبوا الكهرباء شغاله في كندا طول النهار، فقرر ينزلهم لبنان عشان يوريهم قيمه الكهرباء، اللي هو ها هتقفل التلفزيون ولا اوديك صيف في لبنان؟ هتقعد عايل ولا والله انزلك بلدك؟ دي كده يا جماعه مش دعايه عكسيه، دي كارثه. عارف شو ناطرك هون؟ ده المذيع تحسه عايز الراجل يلف ويرجع تاني، يمكن بالمره ياخده معاه. انت شفت المذيع لما ساله جبت دواء؟ جبنا دواء لنا وللعائله وللاصحاب. ناقص كده يطلع يوزع دواء على اللبنانيين في المطار. انا اعرف واحد يخش على عيلته كده بعلبه حلويات، كوتش نايك، تيشيرت بولو، لكن تدخل عليهم بعلبة أوجمانتين. واضح يا جماعة إن مفهوم السياحة في لبنان اتغير خالص، يعني مجرد ما تحط رجلك في المطار أنت كده مش في سياحة بقى وهتعيش مغامرة، لا أنت في سياحة علاجية. لا المذيع تحس شوية يقول له بقول لك إيه، جيت معاك نفرين أمن في الشنطة؟ الدنيا هنا لبش على فكرة. نعيش هالمغامرة. يعني الناس بتحب تعمل مغامرة، تروح تتسلق جبال، يعني تروح تعمل تأديف، ده قرر يسيب كل ده ويعلم ولاده مغامرة قطع المياه والكهرباء والدواء. ابن دواء. يعني عيب حضرتك، يعني انا بس مستغرب من حاجه واحده، يعني حضرتك ما شاء الله عامل حسابك في كل ده وعلى هتمر بيه في لبنان،
وجاي لابس كمامه، يعني كل التهديدات دي مش خايف منها وخايف من الكورونا؟ شفتوا بقى يا سياسيين عملتوا ايه في لبنان؟ شفتوا سمعه لبنان بقت عامله ازاي؟ شفتوا اخره الفساد نتيجته عامله ازاي؟ انا مش مصدق، مش عارف انتوا ازاي بتعملوا كده في بلدكم. بس نرجع ونقول يا جماعه، مهما الاعلام حاول يشوه صوره السياحه في لبنان ومهما صورها بغير الحقيقه، هيفضل المغترب اللبناني دايما يحل لبلده، يحن لسواحلها، لجبالها، لهواها، يحن لليلها والحانها واجواءها. في زيها اتنين يا جماعه، بيروت مهما راح وزار ولف الدنيا مفيش زي ست الدنيا، مفيش زي لبنان. موطني موطني، الثناء والبهاء والجلال والجمال في رباك، في رباك يا بهاء. هون ساعدوا ساعدوا استاذ رفيق. هل أراك هل أراك سالما وغنى سالما وغانما في بهاء، سالما مكرما وغانما وناعما وغانما، هل أراك في علاك تبلغ سمك تبلغ سمك، موطني موطني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي لبنان ناقصة؟ مش كفاية لبنان فيه؟ احنا ناقصين حد يكررها في موطننا يا جدعان. لا أنا بقول لأي لبناني محتاج يقدم لجوء في كندا، خد الصدى معاك صدقني هيدعم الملف بتاعك جدا في الآخر.